Water flows with a velocity of 3 meter per second in an 80 centimeter diameter sewer pipe at a depth of 30 centimeter. The flow rate is nearest flow rate اللي هو ال Q. يعني ال A في ال V محتاجين نحسب ال area اللي فيها المية على ارتفاع 30، نص القطر 40، انا خدت المثلث ده كبرته بره يبقى دي 10، ونص القطر 40 يبقى اقول الجذر التربيعي 40 تربيع ناقص 10 تربيع اداني 38.7، نفس الشيء هنا. يبقى معنى كده ان الاريا اللي هي دي بتساوي ايه؟ نص دايرة. لا مش نص دايرة، خلينا نحسب الزاوية دي الاول، هسمي دي تيتا، تيتا كوساين 10 على 40، شيفت كوساين 0.25، تاني 75.5 degree. يبقى معايا كده الزاويتين دول مجموعهم على بعض دبل ده، فهجيب الاريا ايه؟ اريا على بعض كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 × 75.5 على 360 من الدايرة كلها اللي هي باي ار تربيع. يبقى ده الجزء ده، خدت الزاويتين دول قسمتهم على 360 وضربته في مساحة الاريا، ناقص المثلث ده مش موجود معايا اللي هو نص القاعدة في الارتفاع اللي هو 0.1. يبقى مساحة الدايرة عبارة عن باي في 0.04 تربيع، بس عايز منها ايه؟ 2 × 75.5 على 360، دي الاريا دي كلها بالمثلث الفاضي، اشيل منها نص في 0.1 في 2 × 0.387 اللي هو المثلث الاحمر، فاداني لا مرة تاني 151 على 360 في شيفت باي. هنا 40 مش في 0.4، انا ضربتها 0.04 تربيع ناقص النص تروح مع الاتنين يبقى 0.1 في 0.387 اداني 0.172 متر تربيع. عندنا الاريا وعندنا السرعة، الفلوريت عبارة عن الاريا في السرعة، وبالتالي 0.172 والسرعة 3 في 3 اداني 0.516 متر مكعب على السكند او 516 لتر بير سكند اللي هو ايه؟